السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المودرن كنترول. إن شاء الله اليوم راح نحكي أو راح نشرح شوية موضوع أو راح نشرح إشي بسيط عن البروجكت، اللي هو أنا كيف أعمل اللي هو أو كيف أعمل اللي هو البروجكت كان أبر أو لوار ترينجولار ماتريكس. تمام. طبعا أنا في عندي كل جروب اللي يسمى سبيسيفيكيشن، يعني ممكن أكون أنا فورث أوردر، أنا عندي تو ريبيتد، وعندي ما عنديش زيرو فولت كانسليشن، يعني انا ما عنديش شيء بالبص بالغي بالمقام، يعني ما عنديش زيرو بالغي بول. ممكن يكون انا عندي 1 زيرو فولت كانسليشن، بحيث انا عندي طبعا within repeated eigen value، يعني انا عندي مثلا كان عندي repeated مثلا s plus 2، يعني مثلا انا كان عندي مثلا زي s plus 2 على s plus 2 s plus 2 s plus 3، هذا مثلا هي s plus 4، هذا اللي هو repeated with one zero fault cancellation with the within repeated. لو كان two with it within repeated فأنا راح يكون عندي s plus three s plus two ضرب s plus two على s plus two ضرب s plus two plus three s plus three s plus four. طبعا هيك يكون أنا حققت two repeated هاي within اللي هو repeated eigenvalues. هسه إذا كان عندي مثلا عندي هنا two repeated with three zero fault cancellation، طبعا ما حدد ليش، هاي بقدر اختار اللي بدي اياه، ولكن at least واحد راح يكون ايش with zero pole cancellation. الديستنكت يعني هاي فيش فيها zero pole sorry هاي فيش فيها repeated، ولكن انا عندي zero pole cancellation عادي. تمام تمام هسه انا في مشكله في تاسك 19 لما اجي احسب ال QC او ال QO 19 I think yeah I think 19 يا يا 19 او 11 12 لما اجي احسب الكيو سي او الكيو او بيطلع معي الكيو سي صفر، وهذا الاشي غلط. ليش هذا الاشي؟ لانه يكون انا عندي زيرو بول كانسليشن. كيف انا اتفادى هاي المشكله؟ لما اجي اعمل انيشال سبيس بدي ايش؟ لما ارسمه ما يكونش عندي زيرو بول كانسليشن. كيف يعني؟ طيب انا عندي هذا المثال، انا بدي اعمله ابر. كيف انا ممكن اعمله ابر؟ عشان اعمله ابر اول شيء لازم اعمل decomposition. طبعا في عندي cascaded decomposition هاي 3.4. طبعا الدكتور شرح الابر ما شرحش اللور، ولكن هيك خلينا ناخذ اللي هو زي ريفيو سريع للابر واللور. تمام. اول شيء عشان اتفادى zero fault cancellation كيف انا بدي اتخطى هذا الشيء؟ طبعا عندي هون 1 zero fault cancellation. تمام. فانا بهاي الحاله شو راح اجي احكي؟ راح اجي احكي m1 of s يساوي انا عندي 1 او سوري s plus 5 على s plus 2 m2 of s انا عندي اللي هو ايش مثلا 1 على s plus 2 ال m3 انا عندي ايش s plus 2 على s plus 3 ال m4 انا شو عندي 1 على s plus 4. تمام تمام. الان الابر based on CCF، اذا انا لما اجي ارسم الـ set state diagram انا بدي ارسم من المشتقه الاعلى او من المشتقه الاندكس تبعها الاعلى. كيف يعني؟ انا عندي هون 4، اذا انا ببلش ارسم من الـ x.4. كيف يعني؟ هسه بنشوف. عندي هون u وانا عندي هون y، فأنا باجي بحكي هون أنا عندي هان إيش x.4 x4 x.3 x3 x.2 x2 x.1 x1، وهون أنا في عندي إيش integrator بين كل واحد بين المشتقات، هذا إيش integrator. تمام. الآن خلينا نيجي نرسم أول شيء feedbacks لكل واحدة. أنا هون عندي قديش؟ عندي هون ناقص 2 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4. عندي هون forward صح؟ فأنا عندي هون اللي هو ناقص 5، وهيك أنا عندي 1
وعندي هون كمان واحد، ما فيش في عندي فورورد لأنه واحد، يعني أنا عندي هيك بس رح يكون واحد. أوكي أنا عندي هون اللي هو 2، إذا هاي 2 وباخذ من الإكس دوت فورورد قيمته 1، ما فيش عندي، إذا هون باخذ 1. هيك أنا رسمت الأبر أو السي سي إف كاسكيتد ديكومبوزيشن بيست أون سي سي إف. الآن بدي أجي أشطح معادلاتي. طيب بدي أبلش إكس دوت 4 شو تساوي؟ ناقص 2 إكس 4 زائد يو. إكس دوت 3 شو تساوي؟ ناقص 2 إكس 3 زائد إكس دوت 4 زائد إكس 4، 5 إكس 4، هيها 5 إكس 4 هاي من إكس دوت. عوض إكس دوت 4 إذا رح يكون عندي ناقص 2 إكس 3، 5 ناقص 2 زائد 3 إكس 4 زائد يو. ال x دوت 2 شو جاي؟ هاي ال x دوت 2 هيها ناقص 3 x 2 زائد 1 x 3. طيب ال x دوت 1 هاي ال x دوت 1 شو جايها؟ ناقص 4 x 1 جايني x دوت 2 وجايني ايش؟ 2 من x 2. الان بدي اعوض ال x دوت 2، الاكس دوت 2 انا في عندي فيها ايش؟ اكس دوت اكس 2. اوكي فراح ارجع احكي ناقص 4 اكس 1 الاكس 2 2 ناقص 3 فراح يكون ناقص اكس 2 والاكس 3 بتنزل زي ما هي. تمام تمام. بالنسبه لي لليو شو ده جايني من اليو؟ انا جايني على اليو ايش؟ 1 اكس 1. تمام الان بدي اكتب مصفوفاتي. اول شيء الايه اللي اول شيء ببلش من الاكس دوت 1 عندي ناقص 4 ناقص 1 1 0، الاكس دوت 2 0 ناقص 3 1 0 طبعا هون هون 0، الاكس دوت 3 انا عندي ايش؟ ناقص 2 ناقص 3 ناقص 2 و 3 0 ناقص 2 3، الاكس دوت 4 ناقص 2 0 صفر صفر وناقص 2 على x دوت. يعني بالنسبة لي هاي x دوت 1 أو هاي x 1، خلينا نحكي مش x دوت، هاي x 1 هاي x 2 هاي x 3 هاي x 4. لكن بالنسبة لي x دوت 1 x دوت 2 x دوت 3 x دوت 4. الآن بالنسبة لل b نفس الشيء، ال b ال b شو جاي؟ أنا عندي وين؟ جايني على 4 وعلى 3، إذا ال 1 0 ال 2 0 4 و 3. السي جايني انا من الواحد، واحد صفر صفر صفر. الدي قيمتها صفر، ليش قيمتها صفر؟ لانه درجة المقام لا تساوي درجة البسط. انا هيك بكون ايش؟ كتبت الستيل سبيس تبعي. تمام بتأكد منه. كيف ممكن اتأكد منه؟ ايوه بتأكد منه عن طريق الماتلاب. كيف يعني؟ تمام انا عندي هون موديل هيك صغير انا قد مشتغل عليه. اوكي خليني اكبر شوي راح اجيب هذا هيك. تمام اوكي تمام name هذا تسميه binomial transfer function، هذا خلينا نسميه اللي هو factor transfer function، factor transfer function هذا خلينا نسميه ال upper upper state space، وهذا خلينا نسميه ايش؟ خلينا نسميه اللي هو ال state space diagram. اوكي تمام
تمام. الان انا هون انا عندي ترانسفير فانكشن بالباينوميال فورمات، تمام. طبعا لما بضربها هاي بتعطيني ترانسفير فانكشن هذا. اوكي اوكي انا عندي بالكاسكيدد، تمام، او الفاكتور هاي السيل سبيس تبعي ناقص 4 سالب 1 1، يعني لو جينا تاكدنا منه، تمام، ناقص 4 سالب 1 1 ناقص 3 1 ناقص 2 3 وناقص 2، وعندي 0 0 1 1 و 1 3 0. اوكي. الان خليني اجي اعمل رن للسيستم. اوكي، فبلاحظ انا كله منطبق على بعضه. اذا انا شغلي ايش؟ انا شغلي صح. يعني انا هيك عملت اللي هو ايش؟ الانيشال ستيت سبيس تبعي ايش؟ صح، تمام. هذا بحالة ايش؟ هذا بحالة انا لو كنت انا شغال ابر. طيب انا بدي اشتغل لور، كيف بدي اشتغل لور؟ ايوه، راح يكون انا عندي نفس الشيء، بس شو الفرق؟ الفرق جدا بسيط. راح اجي اخذ هذا او هذا السيت، هذا السبيس دايجرام. اوكي، خلينا نجي هون على صفحة ثانية. الفرق البسيط لما اجي ارسم، تمام، انه انا هاي بالنسبة لي واحد اكس واحد اكس دوت واحد اكس واحد اكس دوت اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة اربعة اربعة بس. بس طيب خلينا نجي نشتق المعادلات. اكس دوت وان ناقص اثنين اكس وان زائد يو. اكس دوت اثنين شو راح تكون؟ هاي اكس دوت اثنين شو جايها؟ ناقص اثنين اكس اثنين زائد اكس دوت وان زائد ايش؟ اكس وان. اكس دوت وان اجي اعوضها، فواحد ناقص اثنين ناقص واحد، اذا ناقص اكس واحد ناقص اثنين اكس اثنين زائد يو. الاكس دوت ثري شو راح تكون؟ هيها ناقص ثلاثة اكس ثري زائد ايش اللي هي اكس تو، هي اكس تو زائد سوري ناقص ثلاثة اكس ثري. الاكس دوت فور شو راح تكون؟ هيها ناقص اربعة اكس فور زائد اكس دوت ثري زائد ايش؟ واحد سوري انا هون خربطت، تمام. هاي خمسة. اوكي هاي خمسة، فأنا هون راح تكون بالنسبة لي، هاي راح تكون بالنسبة لي ثلاثة، تمام. اوكي، فها نكمل. اكس دوت ثري زائد اثنين اكس ثري. الآن لازم أعوض الإكس دوت ثري عبارة عن إيش؟ عن إكس تو ناقص ثلاثة واثنين ناقص واحد إكس ثري ناقص أربعة إكس فور. الآن أجي أكتب الماتريكس تبعي بالماتريكس فورمات. طبعا بالنسبة إلي أوكي، بالنسبة إلي اليو تساوي إيش؟ إكس فور. فلما أجي أكتب الـ A، الـ A عبارة عن إيش؟ عن ناقص اثنين صفر صفر صفر. اثنين بالنسبة لـ x.2 عبارة عن عن ثلاث ناقص اثنين صفر صفر. الـ x.3 هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن صفر واحد ناقص ثلاث صفر. الـ x.4 هي عبارة عن ايش؟ صفر واحد ناقص واحد ناقص أربعة. هيك أنا عملتها باللور. بالنسبة إلي الـ b هي عبارة عن ايش؟ واحد واحد صفر صفر. السي بالنسبة لي عبارة عن ايش؟ صفر 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 واحد. والدي عبارة عن ايش؟ عن صفر. والآن نيجي نتأكد من شغلنا. رح أرجع آخذ واحد من هون، تمام، ما ياخذ له input أوديه على output. هذا نسميه ايش؟ lower state space، تمام. خلنا نجي نحط القيم تبعته. فأنا عندي ناقص اثنين صفر صفر صفر، ثلاثة ناقص اثنين صفر صفر صفر، واحد ناقص ثلاثة صفر صفر، واحد ناقص واحد ناقص أربعة، تمام. أنا بالنسبة لي هاي راح تكون عبارة عن
واحد واحد صفر صفر، وهاي أنا هاي راح أعكسها بس، كون صفر 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 واحد. اوكي هان كاتبين واحد، هاي غلط. لا نيجي نعمل اوكي. فبلاحظ انهم ايش كلهم اجوا فيت على بعض. تمام تمام، انا هيك بكون ايش طلعت our and lower transfer function cascaded our triangular matrix و lower triangular matrix. طبعا حكينا ال upper based on CCF وال lower based on OCF. تمام تمام، ان شاء الله هيك بكون وضحت هذا الاشي. ان شاء الله الفيديو الجاي راح احكي فيه كيف انا ارسم السيل سبيس دايجرام، يعني كيف يعني نرسمه على الوورد. طبعا لما اجي احكي نرسمه على الوورد او كيف احنا ممكن نرسمه على ماتلاب زي هيك ونتاكد او نعمل تشيك له. تمام ان شاء الله بالفيديو القادم باذن الله تعالى. بس هيك اشي بسيط، لو جينا هون على شابتر 3 فلما بدنا نعمل نتعلم الفيديو الجاي ان شاء الله كيف نرسمه، نرسم مثلا على سبيل المثال هذا الترانسفير فانكشن على الوورد او الباوربوينت. ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي باذن الله تعالى.